النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية للمملكة. كما لاحظنا بدأ تأثر المملكة مع ساعات مساء اليوم الاثنين بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تمثلت بزيادة لكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، كما بحمد الله هطلت وما زالت تهطل بعض الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة. صور الأقمار الاصطناعية أشارت إلى ذلك، حيث تشير إلى حزمة كثيفة من السحب المتوسطة والعالية تتحرك من شمال الأراضي المصرية باتجاه المملكة وتغطي سماء المملكة في مناطق مختلفة، مرفقة هذه الحزمة من السحب ببعض الخلايا الممطرة التي تؤدي إلى هطول زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية، لكن بالأخص في المناطق الجنوبية من المملكة. خرائط الضغط الجوي تشير إلى أن هناك منخفض جوي خماسيني متواجد فوق الأراضي المصرية يؤثر بشكل ضعيف على المملكة، على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي. هذا منخفض الجوي الخماسيني يتوقع أن يتحرك إلى الشرق والجنوب الشرقي مبتعدا عن المملكة، ويختصر فقط تأثيره على شكل ارتفاع قليل على درجات الحرارة نهار يوم غد، لترتفع بها درجات الحرارة تصبح الأجواء ربيعية معتدلة، ولكن تبقى درجات الحرارة أقل مما هو عليه معتاد لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 5 درجات درجات مئوية. من المتوقع أن يتحرك هذا منخفض الجو الخماسيني مبتعدا عن المملكة إلى داخل أواسط الأراضي السعودية، في حين يتزايد تأثر المملكة بمرتفع جوي نهار يوم الأربعاء. هذا المرتفع الجوي سيعمل عمل عكسي، حيث سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة يوم الأربعاء بسبب تدفق رياح شمالية غربية إلى المملكة تكون أكثر برودة مما عليه الأحوال الجوية يوم الثلاثاء. قبل الانتقال لاستعراض الأحوال الجوية، هناك أمر هام بأن هناك تداخل في هذا المرتفع الجوي باتجاه داخل شرقي البحر المتوسط. مع وجود هذا المنخفض الجوي الخماسيني البعيد عن المملكة سيؤدي إلى هبوب رياح قوية فوق منطقة خليج العقبة خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى الأحوال الجوية المتوقعة خلال ساعات هذه الليلة تحديدا في فترة السحور، تبقى الأجواء غالبا غائمة، هناك احتمال لأن تهطل زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة، ولكن بالأخص في المناطق الجنوبية. درجة الحرارة هذه الليلة تهبط تقريبا ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية، وفكرة السحور في شرفات المنزل في الخارج ما زالت غير مقبولة حتى اللحظة بسبب برودة الأجواء أو فرصة الأمطار. نهار يوم غد كما ذكرنا ترتفع درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه خلال نهار هذا اليوم، ولكن ارتفاع درجات الحرارة يبقيها بالرغم من ذلك أقل من معدلات مثل هذا الوقت العام بأكثر من 5 درجات مئوية. مع ساعات الإفطار يكون هناك فقط غيوم متفرقة، درجة الحرارة 18 درجة مئوية، يعني في بعض المناطق ربما يكون هناك مقبول فكرة الإفطار في شرفات المنزل في الخارج، ولكن يبقى الطقس نوعا ما مائل للبرودة بوجه عام في أغلب المناطق. نصعد سويا درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غد والصغرى المتوقعة في الليلة التي تليها القادمة، نبدأها في المناطق الشمالية في إربد من 24 نهارا، لكن نلاحظ 9 درجات مئوية في جرش 23 إلى 8، في عجوة من 21 إلى 7، وفي المفرق من 25 إلى 11 درجة مئوية مع أجواء ربيعية لطيفة بوجه عام. المناطق الوسطى في العاصمة غدا 21 ليلا 12 درجة مئوية، في البحر الميت 31 إلى 17، في مدبة من 24 إلى 12، في السلط 25 إلى 12، أما في الزرقاء من 24 إلى 12 درجة مئوية، أجواء ربيعية لطيفة عدا البحر الميت تميل فيها الأجواء إلى الحرارة بعض الشيء. المناطق الجنوبية تبقى الفرصة مهيئة لزخات محلية من الأمطار في ساعات الصباح، لكن تضعف الفرص في ساعات النهار. الكرك من 21 إلى 11، في الطفيلة 23 إلى 11، في معان من 25 إلى 15، في جبال الشرع من 21 إلى 11 درجة مئوية، أما في خليج العقبة فتكون العظمى نهار يوم غد 33 درجة مئوية مع أجواء مائلة للحرارة، في حين تكون في ساعات الليل 20 درجة مئوية. كما ننوه أن غدا ستهب بعد غد ستهب رياح شمالية نشطة السرعة على منطقة خليج العقبة. Yeah.
المناطق الشرقية في روشة 27 إلى 14، في الصفاوي 27 إلى 13، أما في الأزرق من 28 إلى 16 درجة مئوية. انتقالا للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة من جديد يوم الأربعاء بالرغم من الأجواء المستقرة، تكون في ساعة النهار 18، في الليل 9 درجات مئوية، ارتفاع قليل وطفيف على درجات الحرارة يوم الخميس مع درجة حرارة 20 مئوية، نهارا 13 درجة مئوية في ساعات الليل. وبشكل عام تبقى درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة بواقع وبفرق كبير عما هو معتاد مثل هذا الوقت من العام، والطقس مائل للبرودة بعكس ما هو معتاد عليه من أجواء دافئة مفترضة أن تكون في هذا الوقت من العام. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.